في اليمن أكد المجلس الانتقالي أن قواته لم ولن تنسحب من المعسكرات والمؤسسات والمقار الأمنية وأنها ستظل تحت سيطرة قوة المجلس. وأوضح الناطق باسم المجلس الانتقالي في تصريح للتلفزيون العربي أن عملية الانسحاب اقتصرت على البنك المركزي والبنك الأهلي ومستشفى عدن وبعض المؤسسات الخدمية فقط بإشراف القوات السعودية. بعض المؤسسات الخدمية في عدن تعود إليها الحياة نسبيا بعد توقفها عقب اجتياح قوات المجلس الانتقالي المدينة. المجمع القضائي والبنك المركزي والبنك الأهلي ومصافي عدن ومستشفى الجمهوري أبرز المؤسسات التي انسحبت منها قوات المجلس الانتقالي وتسلمتها قوات الحماية الرئاسية بإشراف سعودي. الانتقال ما زال يحتفظ بكافة المعسكرات والمؤسسات التي استولى عليها كورقة ضغط يمكن أن يستخدمها في حواره المزمع مع الحكومة، حوار تتوقع مصادر يمنية أن ينطلق خلال اليومين القادمين في مدينة جدة السعودية، لكنه يراوح مكانه بعد تحديد الحكومة الشرعية شرطها بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل اجتياح عدن. استجابة لدور قيادة التحالف العربي في إطار تطبيع الأوضاع والتهدئة، طبعا حدث تنسيق عالي المستوى بتحييد المرافق الخدمية في العاصمة عدن والبدء الفعلي في إطار تطبيع الحياة في عموم العاصمة عدن من خلال زيارات ميدانية للمجلس الانتقالي الجنوبي لعدد من المرافق والمؤسسات. الحكومة تواجه موقف الانتقالي بتعليق عملها في بعض وزاراتها كالخارجية والداخلية والنقل، خطوة تحاول الحكومة من خلالها إجبار الانتقالي الانصياع لشرطها الوحيد وهو الانسحاب من كافة المؤسسات قبل الانخراط في الحوار الذي ترعاه السعودية. هكذا يبقى الحوار السياسي ونتائجه معلقة إلى حين توافق الطرفين على معادلة الانسحاب الكامل مقابل الانخراط الكامل. تزداد الأزمة تعقيدا في عدن مع تعليق الحكومة عملها في بعض وزاراتها ومؤسساتها وغياب مشروع الانتقالي في إدارة تلك المؤسسات، ما ينذر بأزمة جديدة في المدينة الساحلية إذا لم يلتقي الطرفان في حوار ينهي ما تسببت به الأحداث الأخيرة. أحمد البكاري، العربي، تعز، جنوب اليمن. يبقى معنا من تعز جنوب اليمن أحمد البكاري. أحمد، نقف معك على آخر التطورات هناك في ظل تضارب الأنباء حول انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المناطق أو المواقع التي سيطرت عليها. نعم، بالفعل تم انسحاب قوات المجلس الانتقالي من مؤسسات، لكنها مؤسسات خدمية فقط، من أجل بهدف إعادة تطبيع الحياة في مدينة عدن بعد توقف دام أكثر من أسبوع نتيجة الأحداث والمواجهات التي خاضتها قوات المجلس الانتقالي ضد الحكومة الشرعية. لكن بخصوص ما يتعلق بالمعسكرات وبقية مؤسسات الدولة، الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي أكد لنا أنه سيكون هذا الانسحابات أو حديث الانسحابات من بقية المؤسسات الدولة سيكون محل نقاش في الحوار القادم مع الحكومة اليمنية والذي سيقام في جدة بالسعودية، مما يوحي أن هناك على ما يبدو ضغوطات سعودية على المجلس الانتقالي لتنفيذ شرط الحكومة اليمنية وهو انسحاب قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات من كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية وبقية المؤسسات المدنية. ربما من المتوقع أن يعقد الحوار في مدينة جدة بالرياض خلال اليومين القادمين كما أكد لنا الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي. هناك أيضا قوات أو صور تداولها الكثير في وهي لشاحنات تحمل آليات عسكرية ثقيلة، قالت المعلومات أنها آليات عسكرية تم إخراجها من المعسكرات التابعة لقوات الحماية الرئاسية في مدينة عدن والتي استولت عليها قوات المجلس الانتقالي. هذه الآليات بررها خروجها إلى منطقة يافع بمحافظة لحج، بررها ناشطون تابعون للمجلس الانتقالي أنها متوجهة إلى جبهة قتالية في منطقة يافع لمواجهة قوات الحوثيين. شكرا لك أحمد البكاري، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من تعز.